الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم تذكية الطيور بقطعها باليد، قطع الرقبة باليد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الذكاة لا تحل المذكى إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. المتقرر عند العلماء أن الذكاة لا تحل الحيوان المذكى إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. ومن جملة الشروط المنصوص عليها في الأدلة وكلام العلماء الآلة. وقسم العلماء الآلة إلى قسمين، إلى آلة محددة وإلى آلة تدخل في باب الصيد، وهي الصقر والكلب وغيرها من الحيوانات المكلبة أي المعلمة. وبناء على ذلك وفقك الله، فليس سحب رقبة العصفور باليدين من جملة ما يحله لفوات شرط الآلة التي توجب حل الذبيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وسأحدثكم، فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فنبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الآلة لها شأن في حل الذبيحة، فلا يجوز للإنسان أن يذكي الحيوان بعضه بأسنانه، ولا يجوز للإنسان أن يذكي الذبيحة بظفره، بل لا يذكى الحيوان المقدور عليه إلا بالآلة المحددة كالسيف والخنجر والسكين أو الحجر السنين ونحو ذلك. وبناء على ذلك فسحب رقبة العصفور وفصلها عن الجسد ليس من الآلة التي توجب حله، فيعتبر من جملة الميتات، فلا يجوز أكل العصفور إذا كانت صفة تذكيته على الصفة التي ذكرت في السؤال، والله أعلم.